Look at me now. Look at me now. Oh. الجبال اللي هناك دي يا شباب هي دي جبال السويسرية. العربية اللي رايحة دي رايحة في اتجاه سويسرا. تعدي الحدود تبقى في سويسرا. في كانتون تيتشينو مدينة لوجانو. طبعا الصينيه بالمصري يعني ديت لها نظام في السواقه وكل لازم يهدي في حاجه اسمها يعطي الاولويه. طبعا العربيات اللي احنا جايه من تحت ديت لازم يهدي عشان يبص على الحته اللي قبليه الفتحه اللي قبليه مع اللي هي تعتبر على يمينه. لو في عربيه خارجه هو لازم يقف. لا هو اللي له الحق يخش والتاني اللي هو اللي يقف اللي يبقى على يمين هو اللي بيقف. يعني الحتة اللي مش طالع منها العربيات دي خالص. طبعا كل نازل ده نازل على سويسرا على طول. عدل البلد دي اسمها بونتا تريزا. وانا واقف على السطح بتاع سوبر ماركت اسمه بنت. والحتة الفورد دي بتاعت العبد الله. جبال وخضرة ووجه حسن وكل حاجة حلوة. العربية نمرها سويسرا والتانية اللي في ظهرها الصفرة ايطالي. دي عربية ايطالي برضو. العربيات النمر السويسري بتبقى النمرة مستطيلة وصغيرة شوية. المستطيل بتاعها صغير. بردك نمر ايطالي. دي نمر سويسري. الاودي دي نمر سويسري يا شباب. جاي من سويسرا. ودي ايطالي الزرقاء. ايطالي. لوينو. سويسري سويسري سويسري. حتى لها دي طبعا عربية شركة سويسكوم بتاعت التليفونات. ده سوبر ماركت اسمه بنت. بنحييه. والحتة السويسري داخل اهي نمرة سويسري. ايه يا عم كنت اخش رايح جاي ولا ايه؟ نحيي الاستاذ محمد السلام ونقول له باي باي. لا هو اللي له الحق يخش والتاني اللي هو اللي يقف اللي يبقى على يمين هو اللي بيقف. يعني الحته اللي مش طالع منها العربيات دي خالص. طبعا كل نازل ده نازل على سويسرا على طول. عدل الجبال اللي هناك دي يا شباب هي دي جبال السويسريه.
العربية اللي رايحة دي رايحة في اتجاه سويسرا، تعدي الحدود تبقى في سويسرا في كانتون تيتشينو مدينة لوجانو. طبعا الصينية بالمصري يعني ديت لها نظام في السواقة، وكل لازم يهدي في حاجة اسمها يعطي الأولوية. طبعا العربيات اللي احنا جاية من تحت ديت لازم يهدي عشان يبص على الحتة اللي قبليه، الفتحة اللي قبليه مع اللي هي تعتبر على يمينه. لو في عربية خارجة هو لازم يقف. البلد دي اسمها بونتا تريزا، وانا واقف على السطح بتاع سوبر ماركت اسمه بنت، والحته الفورد دي بتاعت العبد الله. جبال وخضره ووجه حسن وكل حاجه حلوه. العربيه اللي مالها سويسرا والتانيه اللي في ظهرها الصفراء ايطالي، والحته السويسري داخل اهي نمره سويسري. ايه يا عم كنت اخش رايح جاي ولا ايه؟ نحيي الاستاذ محمد السلاف ونقول له باي باي. الفيديو ده مخصوص للاستاذ محمد السلاف عن ايطاليا في شوارع ايطاليا. Oh,